بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، الموضوع الأخير أهداف ومقاصد سورة الأنعام. تحدثنا حول أهداف ومقاصد سورة الأنعام، وإن شاء الله اليوم حنستأنف الحديث حول أهداف ومقاصد سورة الأنعام. قلت افتتحت سورة الأنعام بالثناء على الله سبحانه وتعالى، فهو أهل لجميع المحامد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم استعرضت الآيات الأدلة والبراهين على القضايا العقدية المتعددة، اللي من بينها الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ومن بينها أيضا استعراض الأدلة والبراهين على البعث بعد الموت. المشركون كانوا ينكرون البعث، وكانوا يعتقدون أنه ما فيش بعث لا ولا حساب، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. فأكد الله سبحانه وتعالى يعني على البعث، وجاء بالأدلة والبراهين المتعددة لإثبات البعث. كذلك اشتملت الصورة على الأدلة والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي يستحق العبادة وحده. كما اشتملت الصورة على الأدلة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في دعواه أنه نبي، فقد أيد الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة معنوية تختلف عن معجزات الأنبياء السابقين، فقد كانت معجزات الأنبياء السابقين مادية حسية، لكن معجزة محمد كانت القرآن الكريم. كذلك اشتملت الصورة على مشاهد وأحوال المشركين يوم القيامة. كذلك اشتملت الصورة على مشاهد وأحداث تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وما حدث بينه وبين مشركي مكة. فقد طمع النبي صلى الله عليه وسلم في إيمان قومه، لكنه وجد منهم الإعراض، ولا شك أن هذا كبر على النبي صلى الله عليه وسلم، أو آلم النبي نفسيا. فقال تعالى: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. في موضع آخر ربنا قال: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي سورة الكهف قال سبحانه وتعالى: طيب حنطفي إن شاء الله. قال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني من شدة حزنه وألمه لأجل إعراض المشركين عن دعوته، كان من شدة الحزن يكاد يقتل نفسه، وعلشان هيك نهاه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم بيّنت الآيات سفاهة المشركين في عبادتهم للأصنام التي لا تنفع ولا تضر ولا تستجيب دعاءهم. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. الآية يعني تدلل على سفاهة تفكير المشركين الذين عبدوا حجارة لا تنفع ولا يعني لا
لا تدفع الضرر عنهم ولا تنفعهم، يعني لا هي نفعهم ولا هي دافعة الضرر عنهم. طيب، هذه الحجارة التي تعبدونها في وقت الشدة والضيق، هل تلجؤون إليها بالدعاء ولا تقولون يا الله؟ إذن هم يلجؤون إلى المعبود الحق الله سبحانه وتعالى في الضيق. إذن معنى ذلك لا وجه لعبادة هذه الحجارة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعي ما حولها. ثم بينت الآيات تعنت المشركين في طلبهم المعجزات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشركون تعنتوا وطلبوا معجزات مادية محسوسة. قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية، آية من ربه. الآية المقصود بها هان معجزة. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني الله قادر على إنزال هذه المعجزات المادية كما أنزلها على الأنبياء السابقين. وكان في علم الله القديم أنه إذا لبى للمشركين طلبهم بإنزال المعجزات المادية ثم لم يؤمنوا بترتب على ذلك هلاك عام، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرد هلاكا عاما للأمة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قال: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني الأولون طلبوا الآيات أي المعجزات المادية، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى هذه المعجزات كذبوا، فترتب على ذلك الهلاك العام للمشركين. ثم بينت الآيات حدود وضوابط النبوة. النبي بشر كسائر البشر، بيتميز عن سائر البشر بالاصطفاء، يعني هو شخص اصطفاه الله من الناس وأوحى له، خصه بإيش؟ بالوحي. لكن هل هو بيعلم الغيب؟ ما بيعلمش الغيب النبي، لا يعلم إلا ما أوحى الله إليه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ثم جاءت الآيات تواسي الرسول صلى الله عليه وسلم وتخفف ألمه وحزنه. قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طبعا المشركون في البداية أعرضوا عن دعوة محمد، وبعد هيك تطورت الأمور، انتقلوا من الإعراض إلى التكذيب، ثم انتقلوا من التكذيب إلى التشهير. مرة ساحر ومرة شاعر ومرة كاهن وهكذا، ومرة مجنون، ساحر شاعر كاهن مجنون. فربنا بيقول: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ثم توجه الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يستجيب لطلب المشركين، فقد طلب المشركون من الرسول أن يطرد الفقراء من مجلسه. قالوا له: كيف نجلس مع بلال وصهيب الرومي؟ كيف نجلس مع هؤلاء الفقراء؟ طلبوا منه طرد هؤلاء. فربنا أنزل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم
جاءت الآيات لتبين موقف سيدنا إبراهيم عليه السلام من المشركين ومنهجه في الاستدلال على التوحيد. أولا موقف إبراهيم من أبيه آزر ودعوته لأبيه آزر بترك عبادة الأصنام. قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. طيب، ما هي الطريقة التي استدل بها إبراهيم على التوحيد؟ طبعا جاء بطريقة يعني تناسب تلك البيئة التي عاش فيها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم رأى كوكب نجم فقال هذا ربي. بعد هيك لما رأى القمر يعني قال هذا ربي، هذا أكبر. بعد هيك يعني انتقل من النجم يعني إلى عبادة، أو هو لم يعبد ولكن أراد الانتقال من شيء إلى شيء ليبين على أن هذه المعبودات جميعها ليست أهلا للعبادة. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. طبعا لا نفهم من هذه الآيات إنه إبراهيم لما شاف الكوكب قال هذا ربي يعني وهذا معبودي، وإنما هو أراد أن يستدل على أن هذه ليست معبودات، لأنها يعني تتغير وتتحول وتأفل. فقال هذا ربي عن الكوكب، لكن لما أفل قال لا هذا مش إله. لما رأى القمر قال هذا ربي. فلما أفلت يعني قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. لكن لما شاف الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. يبقى أراد أن الاستدلال على التوحيد على طريقة قومه الذين كانوا يعبدون النجوم. سابعا إنكار اليهود نزول الوحي على الأنبياء مبالغة في إنكار القرآن. اليهود أنكروا القرآن وأنكروا أن يوحي الله إلى رسول من رسله. هم أنكروا أن الله أوحى لمحمد بالقرآن وأنكروا الوحي لكل الأنبياء كمان، لكن مقصودهم الأول إنكار القرآن الكريم. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. انظري، إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. يعني لما أنكروا أن يوحي الله إلى رسول أو إلى من يصطفي حاججهم. طب من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى؟ مين اللي نزله؟ ثم بينت الآيات عقوبة مدعي النبوة كذبا، زي مسيلمة اللي ادعى النبوة والأسود العنسي وسجاح. قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. يعني لا أحد أظلم ممن يتقول على الله. طبعا الآية يعني تحكي عن أظلم الناس، والقرآن بشكل عام ورد الحديث فيه عن صنفين من أظلم الناس. الصنف الأول العلماء الذين يقولون الله ما لم يقل، الذين يفترون على الله، بحلل وبحرم من عند نفسه. ها، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وحتى نفس هذه الآية وردت في سورة الكهف، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء هم القيادات الدينية أو العلماء اللي بيحلل الحرام وبيحرم الحلال. الفريق الثاني من أظلم الناس بتعلق بالقواعد الشعبية. ها، قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها. يبقى الفريق الثاني يعرض عن آيات الله، لكن الفريق الأول يكذب على الله. الفريق الأول العلماء اللي بيفتروا على الله، ها، والفريق الثاني القواعد الشعبية التي تعرض عن الله سبحانه وتعالى وعن آيات الله. فهذان هم أو هذان الفريقان هما أظلم الناس. ثم ذكرت الآيات بعض عقائد المشركين والرد عليها، زي عقيدة المشركين بالنسبة الزوجة والولد إلى الله سبحانه وتعالى، والله منزه عن الزوجة والولد. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى منزه عن الشريك، منزه عن الولد، منزه عن الزوجة، ليس له زوجة، منزه عن الزوجة. طب من أين له ولد؟ ثانيا نهت الآيات المسلمين عن سب آلهة المشركين حتى لا يسبوا الله ظلما بغير علم. قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ثم ذكرت الآيات الشبهة التي أثارها المشركون والتي تتعلق بالميتة، بقولهم كيف تأكلون ما قتلتم وتحرمون ما قتله الله. قلت أن المشركين كانوا يقولون الميتة أولى بالأكل من المذبوح. ليش؟ بيقولوا المذبوح قتله الإنسان أو أماته الإنسان، والميتة أماتها الله، التي أماتها الله أولى بالأكل من المذبوح. هذا منطق أعوج عند المشركين. فالله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. بجادلوا، بيقولوا الميتة أولى بالأكل من المذبوح. ثم ذكرت الآيات ضلالات المشركين وجرائمهم، زي إيش؟ تحريم بعض الأنعام عليهم. قلت من قبل إنه المشركون كانوا يحرمون أنواعا من الأنعام زي الحوام والوصيلة
والسوائب، وكانوا بيحرموا أيضا يعني أجزاء من المذبوع على الإناث وبيحللوها على الذكور. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. ثم ذكرت الآيات تلك العادة الجاهلية التي يعني ذمها القرآن الكريم وهي وأد البنات أحياء. قال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال في موضع آخر: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من الناس من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. عادة جاهلية، التشاؤم من البنات والتخلص من البنات. ثم جاءت الآيات لتدلل على أن التحليل والتحريم شأن الله، يعني اللي بحلل وبحرم مين؟ هذا شأن الله، وليس لإنسان أن يحلل من نفسه أو يحرم من نفسه. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يبقى الآية هذه يا بنات، هل تحصر المحرمات؟ هل هذه الآية تحصر للمحرمات؟ يعني حاصرة المحرمات؟ لا، مع أنه لا وإلا تدل على الحصر. ها، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الصيغة تدل على الحصر، لكن هل الآية تدل على الحصر؟ لا. طب إيش معناها بيكون؟ قال العلماء: لم يقصد الله سبحانه وتعالى حصر المحرمات في هذه الآية، وإنما جاءت هذه الآية على سبيل المضادة والمحاجة للمشركين الذين كانوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال. فالآية نزلت علشان تقول لهم الحرام هو اللي أنتوا حللتوا. الآية نزلت على سبيل المضادة والمحاجة، تقول لهم الحرام هو اللي أنتوا حللتوا، الحرام هو اللي أنتوا حللتوا. يبقى لم يرد المولى سبحانه وتعالى حصر المحرمات، لأنه في محرمات غير مذكورة في هذه الآية. وأخيرا الوصايا العشر اللي اشتملت عليها السورة. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا تناولت الآية الوصايا العشر، وهي: واحد، إخلاص العبادة لله ألا تشركوا به شيئا. ثانيا، الإحسان إلى الوالدين وبالوالدين إحسانا. ثالثا، النهي عن قتل الأولاد. قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم نحن نرزقكم وإياهم. لاحظ في آية الإسراء، في آية الإسراء ربنا قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. واخذ بالك في سورة الإسراء قال:
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. لكن هان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. إيش الفرق بين الآيتين؟ آية الأنعام قال من إملاق، يبقى الفقر واقع، كانوا يقتلون أولادهم من الفقر الواقع، فربنا قال ما تقتلوا أولادكم، إحنا حنرزقكم أنتم أيها الفقراء واللي حييجوا كمان. لكن في سورة الإسراء قال خشية إملاق، يبقى الفقر لم يكن واقعا، وإنما كانوا يقتلون الأولاد مخافة الافتقار بسببهم في المستقبل، فربنا قال نحن نرزقهم، اللي خايفين تفتقروا بسببهم حنرزق اللي حييجوا كمان أنتوا حنرزقكم. طيب رابعا، اشتملت الآية على النهي عن الفواحش الظاهرة والباطنة. قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ها، الزنا العلن والزنا اللي كان في الخفاء. طبعا في الجاهلية كانت البغايا لهن دور، ويضعن على هذه الدور الرايات، علشان الذي يريد الفجور يأتي إلى هذه الرايات أو إلى أصحاب تلك الرايات. وكان هناك برضو الزنا المخفي، فكل حرام ظاهر أو مخفي. خامسا، النهي عن الاعتداء على حق الحياة. الله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة، فلا يجوز لأحد أن يسلب حق الحياة من أي شخص آخر. قال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. طب إيش الحق اللي يجوز قتل النفس فيه؟ النفس بالنفس، يعني القاتل يقتل، والثيب الزاني، يعني واحد متزوج محصن وزنى، أو الزانية المحصنة يعني المتزوجة، والمرتد التارك لدينه المفارق للجماعة. سادسا، النهي عن الاعتداء على مال اليتيم. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. طيب إلا بالتي هي أحسن كيف يعني؟ أن يقوم الولي باستثمار مال اليتيم. إلا بالتي هي أحسن، أي أن يقوم الولي باستثمار مال اليتيم. طب لو اكتش بيظلوا مال اليتيم مع الولي حتى يبلغ أشده، إذا وصل الصبي إلى سن البلوغ بدنا نختبره، فإذا وجدناه راشد يعني حسن التصرف في الأعيان المالية بنديله ماله. طيب كيف بدنا نختبره؟ بنديله مصروف الشهر، بنقول له هاي مصروف الشهر معك. ها، بنيجي مثلا في نص الشهر، ايش اللي معك؟ بيقول لسه معي اكثر من نص المبلغ، بنعرف انه رشيد. ها، لكن لو قال، لو جينا له بعد 10 ايام او بعد 15 يوم، قديش ضايل معك؟ قال ما ظلش معي اشي، يبقى هل هذا رشيد؟ لا، نعطيله مصروف الشهر. فإذا وجدناه بنجربه، إذا وجدناه حسن التصرف في الأعيان المالية نديله ماله، إذا وجدنا فيه سفاهة بنظل إيش؟ لا نعطيه ماله. وحتى في الإسلام لو كان رجل كبير في السن لكنه سفيه، بمعنى لا يحسن التصرف في الأعيان المالية، فالإسلام شرع الحجر على مال السفيه اللي بضيع ماله ولا يحسن التصرف في الأعيان المالية. أيضا من الأحكام اللي اشتملت عليها الصورة أو من ضمن الوصايا العشر، الوفاء بالكيل والميزان. الله سبحانه وتعالى قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط.
يعني إذا كان التعامل بالمكيل ها بدنا نوفي الكيل، وكذلك بالميزان بدنا يعني أن نكون من المقسطين يعني العادلين. ثمانية، أمرت الآية بالعدل والمساواة بين الناس، قال تعالى فاعدلوا ولو كان ذا قربى، ثم أمرت الآية بالوفاء بالعهد والميثاق وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأخيرا التمسك بصراط الله المستقيم، قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. الآن إن شاء الله سنقرأ السورة الأخيرة لسورة إيه؟ سورة القمر. افتحين على سورة القمر. مين تقرأ من أول السورة؟ تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر. طب ملاحظات يعني أحكام الراء تكررت في هذه السورة، إذا كانت الراء ساكنة وقبل كسر أصلي ترقق، يعني مثلا مستمر ها مستقر، لكن لو وصلنا بتكون مضموم الراء والمضموم يفخم. تفضلي. مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. أحسنت، قرأت حكمة بالغة، جبت الهمس، جيد. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأن منتشر. الراء مرققة عند الوقف، لكن لو وصلنا تكون مفخم. مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، ولقد تركناها آية فهل من مدكر. إيش الحكم اللي هان؟ الدال مع التاء إيش الحكم؟ متجانسان صغير، وحكمه الإضغام، الدال مع التاء. كملي. طيب فكيف كان عذابي ونذر؟ الراء هان ايش حكمها؟ مفخمة ولا مرققة؟ ولا بجوز فيها الوجهان؟
يجوز فيها الوجهان، لأنه هي ونظري الياء حذفت تخفيفا، فيجوز فيها الوجهان لكن الترقيق أولى عند الوقف طبعا. أحسنتي، مين تكمل يا بنات؟ مين تكمل؟ مين تكمل؟ طب كمليها يلا بعينك الله. ولقد صاحبهم أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعل.
مستقر. أحسنتِ.